في سيشن تصوير عن شريف مختار، بعتبره من احسن المصورين في الوطن العربي. وانا عاده بعمل جلستين تصوير في السنه، مره تقريبا في الصيف على اللبس الصيفي، ومره في الشتاء للبس الشتوي. هغير ميك اب 3 مرات، بس احنا بنبتدي بالميك اب اللي هو الاسهل، مع انه هو اصعب حاجه بس شكلا اسهل. طبعا سالي عقيل صاحبتي هي اللي جايه تعمل الميك اب النهارده، زي ما انتم شايفين يعني تحفه تحفه. ميرسي يا سالي. تعالي معايا بقى اوريكي انا جايبه معايا اوتفيتس. يلا معاكي. اتس لايك ا كات سوت يعني كده. طبعا هي الحاجات دي تبقى على اللبس بتبان اكتر. في فستان ابيض في اسود، وهنحط دي يمكن على الدماغ عشان احنا عايزين حاجه ترد على الحيطه اللي احنا عاملينها المخططه. قصيت شعري، اتجننت وقصيت شعري زي ما انتم شايفين كده برضو. عايزه الحق اصور بيه السيشن قبل ما يطول، لان هو ابتدى يطول. انا قصيته عشان دوري في مسلسل شطرنج ان شاء الله هتشوفوه قريب. يعني ما اظنش ممكن اخرج لابسه كده. لطيف ممكن وانا مسافره مثلا بتاع، لكن انا ممكن وانا في مصر هنا ما اظنش ان انا ممكن البس حاجه. الستوكنج ما اعرفش عامله ازاي، والجوب عامله ازاي، والكوري عامل ازاي. لسه كنت بقول لها انه في حاجات في ممكن دلوقتي على الكاميرا ما تبقاش مثلا تعجبني قوي، بس في التصوير في الفوتوشوت تطلع شكلها غريب. يعني كمان فاشنبل شويه، يعني ممكن تحس انها موديل. انت كنت موديل قبل كده؟ موديلز كنت موديلز زمان؟ كنت موديلز بس طبعا مش كات ووك خالص، كنت بعمل بقى اعلانات واصور اوديتوريال للمجلات. فهي الموضوع حتى في الوقفات وفي في البساطه للكاميرا، بحس ان هي فاهمه هي بتعمل ايه. انا عن نفسي اللبس هو اللي بيديني المود. لما لابسه مثلا حاجه جلامرس قوي، فستان وفيري فيمينين، الاقي نفسي وقفتي بقت كده. وسبيشلي برضو سالي ممكن تقول لك على الميك اب، يعني الميك اب برضو بيديني الايحاء اكتر. ادعوا لنا بالتوفيق يا اخوانا.